الرغفة في الدوري القطري وكذلك اللاعب في صفوف النادي العربي الكويتي. كرة بالكعب جميل الله، يا سلام عليك، حلوة يا أحمد يا رياحي. أعلى هذا مو أحمد الرياحي، هذا محمد دحام، حلوة لعبها محمد دحام بشكل جميل. كرة عرضية استلمها محمد دحام، ركنها بيمينه في المرمى، يعلن الهدف الأول لمصلحة النصر، 1-0. لا شيء، التضامن، كعب جميلة تصل لمحمد، محمد ركنها في يمينه. شوف 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 مع عزيز المشاهد، استلام رائع بالكعب، تصل لي حلوة دحام، السلام عليك. حكم المباراة، حلوة محمد دحام يركنها بيمينه، متابعة جيدة من محمد. شوف بالكعب شلون، شوف متابعة المهاجم، حلوة اللعبة، حلوة بشكل جميل من محمد. يحتسب ضربة جزاء، وهذه ضربة الجزاء الثانية لمصلحة النصر. ومن اللي راح يسدد يا شباب؟ محمد شبيب على التنفيذ، يتضح أنه محمد شبيب، نعم محمد شبيب على التنفيذ، محمد شبيب البديل محمد شبيب البديل سيكون على التنفيذ. يلا يا محمد، حلوة محمد، يا سلام عليك، محمد شبيب يسجل الهدف الثاني لمصلحة النصر عن طريق ضربة جزاء، ركنها بيمينه على شمال حارس مرمى التضامن سعود القناعي، وبالتالي النصر هدفين لهدف لمصلحة. شوف 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 محمد شبيب، ضربة الجزاء البديل الناجح من محمد شبيب بشكل جيد، ركنها على شمال حارس مرمى التضامن سعود القناعي. حلوة يا محمد، رمى حارس المرمى في جهة ورمى الكرة في جهة أخرى. البديل الذي لعب في الشوط الثاني محمد شبيب.